بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في تقديم دروس السنة الثانية متوسط فيما يخص المعادلات. في المعادلات رانا في جزء اختبار صحة المساويات ومتباينات. شفنا كيف نختبر صحة المساوات، والآن سنتطرق إلى كيفية ولا معرفة صحة متباينة. نفس الخطوات اللي استعملناها مع المساويات نطبقها مع المتباينات. الفرق ما بيناتهم أننا في المساويات كنا نقول يساوي أو لا يساوي، في المتباينات عندي أكبر وأصغر. مثلا في هذه الحالة عندي أكبر، إذا كان في الآخر لقيناهم أكبر متباينة صحيحة، أكبر ولقيناها أصغر المتباينة خاطئة، يعني كتغير الاتجاه تاعها. عندي أصغر ولد أكبر خاطئة، أصغر بقات أصغر صحيحة. أي لاحظ معايا شو قلنا نديرو، نحسب هذا الطرف وحده، نعوض الإكس بي اثنان، شو يعطينا 12 في اثنان زائد سبعة. 12 في اثنان 24 زائد سبعة شحال تعطينا؟ 31. كملنا مع الجزء الأول، نروح الجزء الثاني. 5 في 2 زائد 14 تعطينا 10 زائد 14 شحال تساوي؟ 24. لاحظ معي مازال 31 و 24. 31 كي دايره بالنسبه ل 24؟ راهي اكبر. شنو كان عندي سابقا؟ اكبر. شاب في الاخير اكبر. اذا المتباينه صحيحه من اجل اكس شحال تساوي؟ اثنان. اذا راهي صحيحه. ننتقل الى الاجزاء الاخرى، نفس الشيء صحيح. اذا نروح للمتباينه، شو قلنا؟ سبعه في واحد زائد واحد تعطينا سبعه زائد واحد شحال تساوي؟ ثمانيه. الجزء الثاني، خمسه في واحد زائد اربعه وتساوي خمسه زائد اربعه وشحال تساوي؟ تسعه. ومنه 8 و 9 نقارن بيناتهم. 8 كي راهي بالنسبة؟ راهي أصغر. إذن المتباينة صحيحة من أجل إكس تساوي الواحد. إذن تلاحظ معايا، ننتقل إلى المثال الموالي. شو عطانا؟ عطانا الإكس، عطانا الإيكغراك. نعوض الإكس بالإكس والإيكغراك بالإيكغراك. إذن شو عطنا؟ سبعة في خمسة زائد ثمانية تعطينا خمسة وثلاثين زائد ثمانية. خمسة وثلاثين زائد ثمانية شحال تعطينا؟ ثلاثة وربعين. دونك نعوض الطرف الثاني، خمسة في ثلاثة ناقص واحد تعطينا، خاطش الإكراك راهي ثلاثة، خمسطاعش ناقص واحد تساوي أربعطاعش. شا قلنا نقارن بين ثلاثة وربعين وأربعطاعش. ثلاثة وربعين وأربعطاعش كي راهي؟ راهي أكبر. إذن المتباينة صحيحة من أجل إكس تساوي خمسة والإكراك تساوي ثلاثة. ننتقل إلى المتباينة ولا المتباينة الموالية. شو قلنا؟ نعوض الإكس بي بما يساويها، ثمانية في ثلاثة زائد اثنين شحال تعطينا؟ 24 زائد اثنان تعطينا 26. زيد عندنا 10 في 2 ناقص 7 شحال تعطينا هنا؟ 20 ناقص 7 شحال تعطينا؟ تعطينا 13. 26 كي راهي بالنسبة ل 13؟ راهي أكبر. وش كان عندي سابقا؟ وش كان عندي؟ أصغر. راهي العكس، عندي أصغر شولت أكبر. إذا المتباينة خاطئة من أجل إكس يساوي ثلاثة والإكراك تساوي اثنان ولا الواحد؟ اثنان. ممتاز. هاي نفس الشيء بالنسبة للمثال الموالي. شا قلنا نديرو؟ نعوض الإكس بما يساوي والإكراك بما يساوي. شا ندير؟ خمسة زائد 12 شحال تعطينا؟ 17. ومن هنا 2 في 3 زائد 3 تعطينا 6 زائد 3 تعطينا 9. هاي 17 و 9. 17 كيف يديرها بالنسبة ل 9؟
راهي أكبر. شو كان عندي؟ أصغر. أصغر. إذن؟ إكس تساوي خمسة والإيكغراك شحال تساوي؟ ثلاثة. صحيح؟ آه. هنا تعرفنا على كيفية اختبار صحة متباينة. صحيح يا جماعة؟ هاي اكتب به.